جمهور الاهلي زعلان جدا من التعادل مع سموحه. عم سعيد نافع شارع المعز حبيبي يا غالي. فين الكباب يا حاج سعيد؟ فيا جماعه الخير، الاهلي كان وحش وقدم مباراه سيئه. عندي كذا حاجه في الاهلي، ولكن عايز اقف قدام محمد ابو تريكه. انا كلمتكم امبارح عن موضوع محمد ابو تريكه. النهارده جتني رسائل كتير جدا، في ناس بتهاجمني ان انا بدافع عن محمد ابو تريكه. خلي بالك، محمد ابو تريكه مش محتاج ان انا ادافع عنه، ولا انا راجل بتاجر بالمواقف، ولا لي علاقة بحد. انا قلت كل واحد هاجم محمد ابو تريكة ايا كان من هو، بعد كلامه لمناصرة فلسطين على بي ان سبورت قبل مباراة الليفربول والمان سيتي، منحط وواطي وما عندهش ضمير اي حد، لان احنا في حالة حرب كونية، نكون او لا نكون، معركة الفناء او الوجود، وفيها وعد الله ولم يأتي بعد. عندما يأتي وعد الله جئنا بهم نفيرا، فاذا جاء وعد اولاهما ربنا سبحانه وتعالى يقضي وعده ويفي بعهده، وهو رب العالمين لا ينقض عهدا ولا ينقض وعدا، فيجعل عاليها أسفلها حتى يقول الحجر يا مسلم هذا فاقتله. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فأنا مش هرد على الناس اللي شتمتني ولا اللي بعتت لي رسائل تشتم، ولكن سأظل أقول عندما نكون في الشدائد ما ينفعش إن احنا نتصيد أخطاء لبعض. وأنا سعيد جدا بكل الكلام اللي قاله محمد أبو تريكة، وفخور بيه. ومحمد أبو تريكة عبر عن كل اللي عايزه الناس، وأنا قلت ده موقف مصر كلها، من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأقل واحد، والرئيس قاد الناس في الاستاد وأيد نزول الناس في الشوارع في الميادين، وموقف الدولة المصرية متوافق جدا مع موقف الشعب والأمة بأسرها. فمعلش أبو تريكة حاجة تستدعي أنك تهاجمه أو تتجاوز في حقه أو تتطول عليه أيا كنت من أنت. فعشان كده قلت يعني أين حمرة الخجل اللي هاجموا أبو تريكة دول؟ لا عندهم ضمير ولا عندهم أدب ولا عندهم احترام. وعلى فكرة كلهم هبيدة وكدابين وبيدوروا على اللايكات والدولارات الحرام واللف والدوران. فللأسف يعني يعني أنا اتشتمت وهاجموني عشان انا مش دفعت، قلت كلمه حق ان ابو تريكه اتكلم وقال الحقيقه، وله منا كل التحيه والتقدير يا استاذ احمد عثمان. ولكن ناس ربنا يخليك ابو احمد يا محترم، بارك الله فيك، اشكرك شكرا جزيلا، وتحياتي لكل الاسره في الامارات وكل شعب الامارات المحترم، اخواتنا وحبايبنا. والله العظيم يا خميس يا ليبي منور الدنيا. قارئ النقد بيتكلم بيقول كولر ملتزم بعقده ومفيش رحيل. بصوا اي حد بيتكلم عن رحيل كولر كذاب وهبيد وكلام لا اساس له من الصحه. كولر قاعد عن اشتغل النغمه التاني دي اللي طفشت موسيماني. يعني اتقوا الله. على فكره بالمناسبه، بمناسبه كولر راحل ولا كولر القاعد ولا الكلام الفارغ ده، هو في بعض الناس بتفكر ان الصحافه الصفراء
والاخبار الفنكوش الكاذبه بتعمل شعبيه وجماهيريه. يعني في بعض المواقع بتطلع جديد فيجي يقول لك ايه، يقول لك اضرب اخبار تهز استقرار الاهلي، تهز استقرار الزمالك، تهز استقرار مش عارف ايه، عشان الناس تتفرج عليك. ده شغل مش محترم. تحيه من المنيا واهل المنيا للجميع، وتحيه مني للمنيا، لان البعض زي ما بيقول ابو احمد بيبحث عن اللايك مهما كان الخبر اللي بيقدمه. بس ده الكلمة لها معيار. كان في شاعر عظيم مصري، شاعر عمية زي عمنا كده عبد الرحمن الأبنودي، اسمه الشاعر العظيم أبو العرب أبو اليزيد رحمة الله عليه، من أهم شعراء العمية في مصر. قال ايه بمناسبة الكذابين والناس دول عن الكلمة؟ قال لك الكلمة علت ناس ووطت ناس. الكلمة دي إحساس. الكلمة لو لوت طرف اللسان يلبس مداس ويعر كل الناس. يا سلام، يعني لو بقيت راجل كلمتك كلها كذب ونفاق بتاع لو ما هو الراجل اللي ملوش كلمة ملوش شرف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يتخيل أن يكون هناك رجل كذاب. أيذني الرجل؟ قال نعم. أيسرق الرجل؟ قال نعم. وقعدوا يعددوا له بعض الحاجات السيئة. ممكن إحنا بشر، ولكن لما قالوا له أيكذب الرجل؟ قال لا. بص يا جماعة، أساس الكوارث الكذب، ومن يتعامل مع الكذب إنه شطارة ده عواقبه وخيمة. رب كلمة يقولها المسلم لا يلقي لها بالا ولا يعرف لها معنى ترمي به في النار 70 خريفا. عارف انت 70 خريف دول مش ايام زي ايامنا. العلماء قال لك ايه؟ قال لك اليوم بتعداد ربنا ك1000 سنة مما نعده في الدنيا. يعني 70 خريف اليوم ب1000 سنة، يعني ايام اللي جابوه سودة في جهنم. والله العظيم. فالكلمة مسؤولية كبيرة. أنا بيتفرج علي 40 واحد على الفيس وأنا فخور بده، بيتفرج علي على اليوتيوب 150 واحد فخور بده، لأن في يوم من الأيام كنت بشوف قدامي 10,000 في العين الواحدة على اليوتيوب، وكنت بشوف قدامي بال20-30-40 ألف على الفيسبوك. وأنا دلوقتي ممكن 37 ولا 50 ولا 60 اللي على الفيس وال150 ولا ال160 اللي على اليوتيوب اخليهم بفضل الله يتحولوا الى الاف مؤلفة. لكن مطلوب مني الاتي: اكلمكم عن العهر وعن السكس وعن الكذب واشتم وقل ادبي واتجاوز. فعشان انت بتحترم نفسك لا يتابعك الا المحترم، والمشاهدات بتزيد وبتعلى. ما تستعجلش تستعجلش. خلي بالك، ناس كتيرة جدا بتقول لي لما بتتكلم في صفحة غير الصفحات بتاعتك مشاهدتك بتبقى أكتر بكتير. لأن أنا عندي مشكلة مع السيد مارك. منذ أن ناصرت غزة وفلسطين في المرة الأولى في 2016 و17 حطوني في البلاك ليست، بالإضافة لمعركتي مع المستشار مرتضى منصور. كان في كم بلاغات رهيب، واحنا بنحل كل ده سواء على اليوتيوب او على الفيس. فمش مستعجلين، مش مستعجلين. ده انا عملت فيديو من كرداسة وانا باكل كبدة عمل 1.5 مليون. ولو انا طلعت اتكلم عن القيم والمبادئ هيتفرج عليا 3 انفار. فالموضوع ده ما بيزعجنيش، لان انا عندي زهد. لا عايز لايكات حرام، ولا عايز دولارات حرام، ولا يلزمني. واللي ما كنتش أقدم شيء محترم ولا يهزني مين يتفرج عليا كتير أو قليل. ولذلك يمكن أنا نادرا لما بقول لايكات. يمكن أنا حتى المساعدين بتوعي يقولوا لي: يا كابتن فكر الناس باللايكات، قول للناس لايك وشير. قلت لهم: أنا ماليش في الأونطة،
ولا لايك وشير، ولا عايز يقول لايك وشير يقول، ولا عايز يعمل لايك وشير ما يعمل، انا مالي. لكن سأظل أقول لو واحد بس بيتابعني شرف كبير ليا إن أنا أطلع أتكلم معاه بأمانة وصدق ومصداقية. شرف كبير ليا إن أنا أتكلم معاه بأمانة وصدق ومصداقية. يمكن ربنا سبحانه وتعالى منحني من العمر أو ما تبقى من العمر عشان أراجع نفسي علشان أقدر أقدم إعلام محترم وإعلام هادف. على فكرة يا جماعة، النهاردة الأربع 11:30 بالليل على قناة الشمس عندنا حلقة مهمة جدا جدا جدا، أرجوكم تابعوها. فالناس النهاردة بتقدر تعرف الغث من السمين. طب ما في واحد صاحبنا وباعنا بالرخيص النهاردة بيشتم أبو تريكة، تخيل. طب تقول له إيه ده؟ تقول له إيه؟ ما فيش مبدأ، والله العظيم ما في مبدأ، والله ما عنده مبدأ بربع جنيه. بس يلا كان بطلنا نشتم ونتجاوز.